والاهلي زد اف سي وفاركو يوم الاربعاء في بلديه المحله وبيراميدز، وفي تسديده بجوار القائم يا ولد، تسديده ولكن ضربه مرمى. لعيبه الزمالك بتتكلم مع احمد الغندور. اخر اللقاءات هيكون بين سيراميكا كليوباترا ومودرن فيوتشر. تسديدات حل في الزمالك، التسديدات حتى الان في هذا اللقاء. طبعا الحلول كتير، الحلول كتير ومتاحه. ادي تسديد الدونجا صاحب اول هدف للزمالك في مرمى بيراميدز في لقاء الاثنين اثنين. تتلعب من ناحيه شمال لمصطفى الشلبي، باك باص رائع، خبطت في دبش، خبطت في ايد دبش، في الايد اليسرى لمحمد دبش مدافع النادي المصري. هل خبطت ولا ما خبطتش في الصوره؟ هنشوف. لعيبه الزمالك بتتكلم مع احمد الغندور. هل يكون في تدخل للبنا؟ هل البنا يتكلم مع الغندور؟ يوسف البساطي والبنا من غرفه الفار بيستعد نيمار دلوقتي للنزول من جانب نادي الزمالك. هنشوف حكم اللقاء احمد الغندور مع البنا، في انتظار قرار البنا. ادي تسديد الدونجا بالقدم اليسرى، مش باينه من الزاويه دي، ممكن تبان من ورا الجول، ممكن من ورا الجول، في زاويه من ورا الجول هنشوفها، هنشوفها مره ثانيه. الغندور هيرجع للفار، هيرجع للفار، احمد الغندور هيرجع للفار. هو قراره في الاول كان ضربه مرمى، الغندور اخذ كلام البنا ورايح يشوف الشاشه، يشوف التسديده، تسديد الدونجا. هل خبطت في ايد دبش؟ هل ترتقي انها تكون بينالتي؟ ده الكلام، دي حاله من الاربع حالات اللي الفي اي ار بنرجع له فيها. ادي اللقطه دي في شده كمان، فيها شده في الاول لناصر منسي. ادي ايد دبش مفروده، كان فيها شده لناصر منسي، وهل الكره لمست؟ احنا بنوصف الصوره، جايبها له بكادرين، جايبها له بكادرين، جديده دي، كادرين في كادر، جديده دي. ادي التسديده وادي قرار الغندور، هنشوف قرار الغندور هيكون ايه. ناصر منسي ودبش فارد ايده وتسديد الدونجا، والقرار للغندور، واحنا في الدقيقه 71. القرار هيكون ايه؟ احمد الغندور وكلام مع غرفه الفار. ادي البنا بيشرح، جابها له من كادر واحد، جابها له من ورا الجول زي ما طلبناها، وزي ما قلنا ممكن تبان من ورا الجول. الغندور خد القرار، هيرجع ويقول ايه في المباراة. احمد الغندور بنالتي، بنالتي لصالح نادي الزمالك. فرحة كبيرة في استاد الجيش ببرج العرب من جانب نادي الزمالك. تسديد الدونجا، قلتلكوا حل الزمالك في التسديدات النهاردة، عنده حلول كتير، لكن النهاردة اللي ماشية مع الزمالك في التسديدات اوباما وسيد نيمار بيستعدوا للنزول. هياخد دبش انذار، هل دبش هياخد انذار؟ رايح يتكلم مع حكم اللقاء. ادي الغندور في الدقيقة 71 بيحتسب حكم اللقاء ضربة جزاء لصالح نادي الزمالك. شايف الغندور بيأيد الانذار الثالث لصالح النادي المصري. بالفعل في كارت اصفر لدبش وميني ماتش، ضرب الجزاء وفرصه للعوده. زيزو، زيزو سجل امام امبي وامام فيوتشر وامام البنك الاهلي من ضربات جزاء، سجل ثلاث ضربات جزاء زيزو من السبع اهداف اللي سجلهم هذا الموسم، هداف نادي الزمالك. في مصطفى شلبي وفي دونجا وفي زيزو ومشاورات ومداولات. عادي بقى، عادي بقى، دي تريد مارك الدوري المصري، ان اللاعب اللي هيمسك الكوره ويشوط البينالتي لازم في 3 4 لعيبه من المنافس لازم يروحوا يتكلموا معاه. ده مشهد عادي، ده مشهد زي ما بنشوف مشاهد السينما ومشاهد المسلسلات المصريه المعتاده، ده مشهد معتاد في الكره المصريه على طول. ميني ماتش ما بين زيزو وجاد، محمود جاد على خط المرمى وزيزو قدام الكوره، وفرصة للعودة للزمالك أو لإنقاذ لجاد، وصفارة للغندور. أحمد مصطفى ومحمود جاد، زيزو جاد تخبط ودخلت ولا بره، دخلت ولا بره. هنشوف، هنشوف قرار الفار مرة تانية.
هنشوف البنا حتى الان حكم اللقاء. الكره خبطت في العارضه وطلعت، عبد الله السعيد يلعبها، تلمس براسيه وتطلع بره الملعب. قال ايه اللاين مان؟ قال ضربه مرمى. اللاين مان الكابتن المساعد الثاني احمد صلاح، هنشوفها. ادي التسديده تخبط، هل جوه؟ اعتقد جوه. خلينا نشوف بكامل استدارتها دخلت جوه، اعتقد. خلينا نشوفها، خلينا نشوفها، خلينا ما نعتقدش، خلينا نشوف الصوره، خلينا نشوفها بشكل اوضح. ربنا يكون في عون حكام اللقاء. يعني بص، حكام اللقاء مع الضغط الكبير، ادي زيزو بيقول له لجوه يا كابتن، هنشوفها مره ثانيه. استعنا بالفار في لقطه، وممكن يبقوا لقطتين، ممكن يبقوا لقطتين. سلو موشن بقى، سلو موشن بقى. ادي اللقطه في العارضه، هل جوه بكامل استدارتها؟ هل عدت بالكامل؟ هل الكره عدت بالكامل؟ هنا الكلام، هل الكره عدت بالكامل؟ ممكن الزاويه دي ما تبانش. خلينا نشوف حكم اللقاء، هل عدت الخط بالكامل؟ الغندور مع كلام من لعيبه الفرقتين، ما هو مش هتيجي بالكلام، يعني لا هتيجي من كلام محمود حماده ولا من كلام دونجا وزيزو، هي هتيجي بالفار. هيقول له ايه الكابتن البنا؟ قال له العب، قال له العب ما عدتش بالكامل، قال له العب ما عدتش بالكامل. هنشوفها مره ثانيه. ادي الكوره، هل عدت بالكامل ولا في جزء منها على الخط؟ مش انا اللي اقول، البنا هو اللي قال والغندور